السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنعرف ازاي نكتب حلقة تكرارية في AM Code Studio. أول حاجة نقفل الفول أو نفتح فور فاصلة أي فاصلة من واحد، هيبدأ من واحد لحد 100 ونقفل الكود، والكود اللي احنا هنكتبه في النص هيتكرر 100 مرة اللي ما بين سطر رقم 2 لحد سطر رقم 4. نكتب مثلا MT معناها مين تكست، اللي هي التكست اللي هنا مثلا بتساوي MT and حرف مثلا ال M، كده ال M هيتكرر 10 مرات. وندوس Start اللي هي تكرر 10 مرات. كده نكون انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله.